مستنيك تيجي. انا كنت دايما بتخانق مع عهد علشانك واقول لها اني بضمنك برقبتي. انا دلوقتي مش طايقه ابص في وشك. استني هفهمك. تفهمني ايه؟ انت عايز اخدك بالحضن يعني؟ ولا اجيب لك المخدرات اللي انت عايزها؟ ولا ايه رايك؟ ننزل نقضي سوا انا وانت. حتى انت؟ وانت جايه ليا فرح؟ خلاص سيبني لوحدي بقى. لا مش هسيبك. انت اناني، فاكر انك عايش في الدنيا دي لوحدك وناسي اقرب الناس ليك اللي بيحبوك اللي خايفين عليك بجد. ازاي قدرت تعمل فيهم كده؟ انا غلطان والله العظيم، انا غلطان وعارف ان انا غلطان وقلت ان انا غلطان. خلاص انا دلوقتي تعبان قوي وفهمت ماما كل الكلام ده. ماما على فكره انت ابني زي ما انت ابنها، وليا فيك زي ما هي ليها فيك. عشان كده كنت مستنيكي تيجي عشان اقول لكم ان اللي انتوا بتعملوه ده كتير قوي يا جماعه. انا مش بهرش، انا مش مدمن. الموضوع كله بقاله شهر وانا اقدر ابطل بسهوله جدا. مش انت يا هشام اللي يعمل كده؟ مش انت اللي يضحك عليك وتروح لطريق زي ده؟ انا ما اضحكش عليا، انا مش عيل صغير. وبعدين الموضوع كله ان انا كنت بجرب عادي. تجرب ايه؟ تجرب حاجه تبقى سبب موتك؟ وما تفكرش في الناس اللي حواليك اللي بتحبك بجد. يبقى اكيد انت عيل، عيل وما عندكش مسؤوليه كمان. ماشي بس انا هبطل، والله العظيم هبطل. انا عايزك تصدقيني، ما انت عارفاني كويس انا مش كده. هشام انا طلعت مش عارفاك، انت خذلتني. ماشي، لا انت مصدقاني ولا ماما عايزه تسمعني ولا في حد حاسس بيا. انا مخنوق، انا زهقت من كتر اللوم. يا حبيبي انت مش عارف انت غالي عندنا قد ايه. عشان كده والله العظيم هبطل. اوعدني. اوعدك. ايه بقى موضوع شيرين؟ تعرفها منين؟ قابلتها ازاي؟